متابعتكم. يلا مصير معكم لقانا نحكي على هبة يابانية بقيمة 67 مليار لإنجاز وحدة نموذجية لمعالجة المياه المستعملة في جيبس. شنو المشروع هذا وشنو تفاصيله؟ لشيفر. سعيدة جدا باستضافة المكلف بتسيير مكتب الإعلام والعلاقات العامة والاتصال بوزارة البيئة سيد مهدي العبدلي. مساء الفل، هلا وسهلا ومرحبا يا سي مهدي. مرحبا بك ومرحبا بجميع متابعات ومتابعي ديوان أفلام. شكرا، مرحبا، هلا وسهلا. هبة يابانية 67 مليار وحدة نموذجية لمعالجة المياه المستعملة في جيبس، شنو هي المعلومات والتفاصيل الأولية لنجموا نعرفوها عن هذا المشروع اللي اليوم برشا في جيبس استبشروا بالمشروع هذا وقال لك ينجم اليوم يحد من استنزاف المائدة المائية المتواصل ومشكل انقطاع المتواصل للماء صالح للشراب في ولاية جيبس. أيها اليوم تم إبرام اتفاقية بين السيدة وزيرة البيئة والسيد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج ومساعدة سفير دولة اليابان بتونس والسيدة الممثلة المقيمة للوكالة اليابانية للتعاون الدولي جايكا. دونك الاتفاقية هي اتفاقية هبة في إطار تعاون التونسي الياباني بقيمة جملية قدرها 67 مليون دينار تغطي كلفة الدراسات والأشغال والمساندة الفنية. دونك في الحقيقة اليوم الاتفاقية هذه تهدف لإنجاز مشروع محطة معالجة تكميلية كما قلت لك للمياه المستعملة بمدينة جيبس، تعتمد خاصة على تقنية التناضج العكسي ذات طاقة تبلغ 6000 متر مكعب في اليوم. وأنت تعرف اللي اليوم احنا نعيش في ظل شح مائي وخاصة بحاجة إلى أن نحافظ على مواردنا الطبيعية، بحاجة أن نحافظ على مواردنا المائية وبحاجة أن نرسخ الاستهلاك الرشيد للمياه. دونك المشروع هذا ينتج في إطار تجسيم الاستراتيجية الوطنية للانتقال الإيكولوجي عبر تسمين المياه غير التقليدية وترشيد استهلاك الموارد المائية، واللي هو يعتبر محور من بين المحاور الخمسة اللي ترتكز عليها الاتفاقية الاستراتيجية هذه. دونك أهداف المشروع أكيد الهدف الرئيسي هو أن النقص من الاستعمال المفرط للمياه، خاصة كما قلت لك معناها اللي الشح المائي اللي قاعدين نعيشوا فيه والضغط على المائدة المائية ضغط كبير نعيشوه في تونس كله خاصة في جيبس. دونك الهدف زاد الأساسي المساهمة على والمساهمة في المساهمة أو المحافظة على الموارد المائية خاصة في كما قلت لك في ولاية جيبس. معناتها مش يكون المعالجة هذية للمياه المستعملة أساسا مش تكون موجهة إلى النشاط الصناعي، يعني إلى أنشطة المجمع الكيميائي التونسي. Effectivement, هو المشروع عنده صبغة بيئية واقتصادية. دونك اليوم موجهة إلى المجمع الكيميائي التونسي لأن الأطراف المدخلة في المشروع هي وزارة البيئة باعتبارها وزارة الإشراف، الديوان الوطني للتطهير واللي هو صاحب المشروع، المجمع الكيميائي التونسي اللي هو المستفيد من المشروع. دونك وفما زاد الهيئة العامة للشراكة بين القطاع العام والخاص باعتبارها الهيكل المنظم للمشاريع، كل المشاريع اللي تتم في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص البي بي بي، وفما الوكالة الوطنية زاد للتعاون الدولي جايكا باعتبارها الممول للمشروع. دونك اليوم في حقيقة الأمر راو المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة في الصناعة يعتبر حل من بين الحلول، خلينا نقول الحلول الرشيدة في مقاومة الشح المائي في المحافظة زاد على الثروات. إيش معناتها المعالجة الثلاثية؟ معناتها تنفسروها، معناتها إيش معناتها معالجة ثلاثية؟ هي معالجة تقنية نقول تساهم من أن نعاود نستعمل المياه المستعملة نعاود نستعملوها كما نقول خلينا نقول رسكلة المياه المستعملة بطريقة ثلاثية. دونك أكيد التقنيين ينجموا يفسروا لك أكثر التقنية هذه. التقنية هذه دونك اليوم خلينا نركزوا أكثر اللي تكفل جمعية المشروع تبلغ 67 مليون دينار اللي هي معناها مبلغ مهم ومهم برشا. المشروع هذا باش يخلينا فم برشا قال لك كهو معناتها 67 مليار معناتها هذا قادر المشروع الفلوس هذوما قادرين انهم يركزوا الوحده هذيا، ما نحكيوش على محطه كبيره معناتها احنا نحكيو على وحده نموذجيه هكا ولا سي مهدي باش نفسروا شويه للراي العام. افكتيفمون هو راهو المشروع هو معناها كما قلت لك مشروع محطه معالجه تكميليه
ذات يعني يركز على تقنيه التناضج العكسي، ذات طاقه تبلغ 6000 متر مكعب في اليوم. دونك اليوم معناها باش نوصلوا احنا 6000 متر مكعب في اليوم، راهو معناها باش نقصوا من الاستنزاف ومن استهلاك خلينا نقولوا المياه الغير تقليديه. باش نساهموا بطريقه مباشره او غير مباشره في ترشيد واستهلاك الثروات المائيه وما نستنسخوش كما قلت لك المائده المائيه نتاعنا. عندنا اجال لانجاز هذا المشروع؟ وقتاش باش يبدا؟ وقتاش باش ينتهي؟ ولا مازلنا ما دخلناش في التفاصيل هذه يا سمعتي؟ اي هو الاجال خلينا نقولوا موجوده، دونك 2025 ان شاء الله المرحله الاولى باش يتم اتمام الدراسات الجدوى الفنيه والماليه والقانونيه وعرضها على الهيئه العامه للشراكه بين القطاع العام والخاص المصادقة عليها. المرحلة الثانية أعداد ملف طلبات العروض ونشره للشركات اليابانية لبناء واستغلال المحطة لمدة 10 سنوات. المرحلة الثانية تقييم العروض وإمضاء الصفقة العمومية لبناء. دونك ثم عديد المراحل، والمرحلة الرابعة الانطلاق لبناء المحطة وتجهيزها من طرف المتعاقد الياباني، والمرحلة الخامسة تكوين شركة المشروع طبقا للقانون التونسي، شركة تونسية واللي باش تقوم باستغلال المحطة. المرحلة السادسة هي إمضاء عقد بين الديوان الوطني للتطهير وشركة المشروع. المرحلة السابعة تنفيذ المشروع لمدة إنجاز 20 شهر. المرحلة الثامنة استغلال المحطة وصيانتها لمدة 10 سنوات. أنتم محددين بأجل معينة في أفق سنة شنو هذه؟ حسب الرزنامة الأولية معناها من الانتهاء من جميع المراحل الدراسه هذه والقيام باجراءات طلب العروض والمشروع في انجاز الاشغال خلال سنه 2025 معناتها تنطلق هذه الوحده النموذجيه في العمل، معناتها تنقولوا هكا ولا؟ اي ان شاء الله تنتهي جميع المراحل الدراسه معناها من هنا ل 2025 ان شاء الله. نبداو ب 2025 ان شاء الله تبدا خلينا نقولوا الاشغال في على الاشغال الاساسيه. الاشغال نتاع البناء معناتها تبدا 2025 هكا؟ اي اشغال التركيز معناتها تركيز الوحده النموذجيه. جميع المراحل الدراسه والقيم باجراءات تنتهي 2025 تنتهي في اجيال 2025 ثم ننطلق في عمليه التركيز. المكان محدد ولا مازال معناتها مش تكون يعني ولا مازال هذا كل في الدراسات؟ مازال هذا كل في الدراسات. في الدراسات واضح. ان شاء الله نرجع باكثر تفاصيل معاكم. شكرا لك وحبيت نشكرك جزيل الشكر على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. تفضل سي مهدي. نترحم على اخ سي عبد المجيد بالطيب اللي هو رئيس المدير العام للديوان الوطني للتطهير اللي توفى مؤخرا. ربي يرحمه ان شاء الله. نقولوا له ربي يرحمه ويرحم جميع المؤمنين ان شاء الله. تعازينا ليلو ان شاء الله. شكرا لفضلك، يعطيك الف صحه. سيد مهدي العبد الله المكلف بتسيير مكتب الاعلام والعلاقات العامه والاتصال بوزاره البيئه، شكرا على كل التفاصيل اللي قدمتها لنا. الدعوات للفلاحين الى الاسراع في عمليه المداواة.